تمكن عدد من اللاجئين السوريين من الوصول إلى قطاع غزة المحاصر خلال السنوات الأربع الماضية، واستطاع بعض المتمتعين بمهارات الطبخ الشرقية افتتاح مطاعم تقدم المأكولات السورية. لم يشأ أنس قاطرجي أن يتخلى عن اسم مطعمه في حلب جار القلعة، فأبقاه نفسه في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة. ويصر قاطرجي على لهجته السورية كوسيلة مهمة للترويج عن أصناف المأكولات الحلبية المختلفة التي يقدمها في مطعمه بمكانه الجديد، كالكبة الحلبية بأنواعها والشاورما والكباب وغيرها من المأكولات، حيث كان يدير مع عائلته مطعما في حلب قبل أن تضطرهم ظروف الحرب على هجر بيتهم مع المطعم مع تفجر الصراع السوري في 2011 لينتهي به المطاف إلى غزة. هلا بالرغم من الوضع الاقتصادي والحصار والحالة المأساوية اللي عايشين فيها داخل القطاع، لأنه يعني شعب غزة بيحب الحياة وبيحب إنه هو، يعني اكتشفت إنه هن حابين يجربوا المأكولات السورية وحابين يجربوا مثلا الشغلات اللي بيسمعوا عنها بالتلفزيون والمسلسلات من الكباب ومن الأكلات المميزة اللي موجودة عنا بسوريا. بملابسه التقليدية الأصيلة يقدم الوجبات السورية لزبائنه الذين باتوا يقصدون المطعم من أماكن مختلفة من القطاع. نجينا احنا هون نشوف هالمواطن الحلبي اللي ترك بلده وترك أهله وجاي هون، وجاي مش على أي بلد تاني، يعني جاي على بلد مثل سوريا، مثل حلب، يعني نفس المعاناة فيها، جاي ينشر فكرة كتير كتير حلوة هين والناس كتير استقبلتها. أنا كمواطنة من غزة معه استقبلت الفكرة كتير كتير حلوة. ويرى فلسطينيو غزة أن انتشار المطاعم السورية يلعب دورا في إثراء ثقافة الطعام وفي بناء جسور التآلف والتكيف بين المجتمع الغزي واللاجئين السوريين بما ينعكس إيجابيا على الجميع.